ما شاء الله قعدت في البيوت دي وضربت الخلطات، فتحت الثلاجات دي ولقيت دي حاجة بيضة في علبة قال انها زبادي، ياخد دي حاجات تبع التسميم. يعني تخيل انه ستو دخلتوا كم بيت بتاع عروسة محبوسة، يقول لك والله ده عجن دخن، ما دخن يا زلمة، دي اسمها الاخوخة، بتسمها الاخوخة ولا شنو؟ اكلته لما عملت لكم كيلو. ها؟ والله يا جنى بقيتوا بس شنو؟ لا عملت لكم جنباته كيلو. تضربوا في الخوخة، تضربوا في العجين المر، تضربوا في دي عاملاها خلطة ما عارف جايبها من كده للتجميل، دي ما خليتوا روج ما اكلتوا انتوا. هذا سمنكم يعني. جري غالبكم حسي. زمان حميت يقول لك اللشاوس وبتاعين الخل وجرائين والمناورات، حسي انت التاشر ذاته ما قادر تلفه. كل دقيقة ناس المدرعات يقول لك ضربنا 12 تاشر، ما قادر تسوق، عملت لك كرش انت. تعشيق ما قادرين تعشقوه.